اللقطات اللي واخدينها كل طبيعي انا وانت وهي انا وانت وهي وهي هتقف على الكره ولا يعني نجرب ماشي نفس لفوق هقف على الكره بقى لا اله الا الله الحمد لله الف سلام عليك بدي نقول برشا بني ترك الشيخ يقدم عربيه من فريق المريه احسن كوره في المعموره واحسن كوره في الصوره 1000 جنيه مقدمه من نادي المريه الاسباني اللي بيرقصه الشاطر ترك الشيخ ربنا سبحانه وتعالى اللي بعتها وانا بقول للناس كلها انا فعلا كنت في احتياج ليها 3 2 1 اكشن خلوا اللعيبه تلعب ماتش كره القدم 90 دقيقه ما يلعبوش ساعه ونص ما فيش حد هيقدر انه يواصل يجري ساعه ونص اقسم بالله جاي رايح جاي ساعه ونص ما هي 90 دقيقه هي ساعه ونص لا الراجل ده بيفهم قبل ايه الماتش بيتعمل 90 دقيقه ما بيتعملش ساعه ونص اكيد تقاليد صح اجابه مقنعه ايه الفرق بين 90 دقيقه وساعه ونص الساعه ونص بتبقى 100 دقيقه بتبقى ساعه ونص الساعه 60 دقيقه والنص ساعة كام؟ النص ساعة 30 دقيقة يبقى 60 و30 80 90 هي تلاقي عشان قدرة البني ادم مثلا مع ضربات القلب يعني ليها اكيد لها حكمة في كده يعني و 90 دقيقة ساعة ونص الله 70 80 صح ليه ما يخلوهاش مثلا ساعة ونص بدل 90 دقيقة؟ ممكن بس ما يحصلش اللي هو الايه يوصلوا الماتش 120 اللي هي بقى مثلا فرقتين يتعادلوا مش بيحصل ما فيش وقت ده فرق بين 90 دقيقة والساعة ونص لا ما فيش فرق أنا مش مراجع لا مش هي طبعا ليه بيخلوا اللعيبة تنزل الملعب بشراط مش ببنطلونات؟ علشان العورة عشان يبينوا العورة بتاعتهم حاجة إغراء عشان الحر مثلا سلوخيات وكده أو كانوا على أيام الفراعنة مثلا البنطلونات الواسعة بتكعبل عشان الحجر بتاع البنطلون أو ممكن يعكسهم أثناء الجري وفي حريم بيتفرج وبتشجع على فكرة مثلا عملوا شاطئ عشان يجذبوا الحريم تتفرج اكتر يجيبوا نسبه مشاهده اكيد كان في شركه بتنتج شراط وشركه بتنتج بنطلونات والاثنين عرضوا على اول فريق كوره وعملوا مناقصه زي ما بتحصل في الشركات وكده والشركه اللي ربحت المناقصه هي شركه الاشراط ليه بقى عشان هي فيها قماش اقل فهتوفر كتير جدا عليه على لعيبه الكوره كلها ليك في الكوره ولا على قدك ليه شويه ليه صناع الكوره قرروا ان اللعيبه تلبس اشراط مش بنطلونات اقول لك انا كنت بقى السؤال حلو الحكمه ازاي بيعرفوا احصائيات اللاعب يعني مثلا اللاعب جري قد ايه بس كم كوره شاط كم كوره اقسم بالله كنت هسالك السؤال ده فعلا كده كده في محللين يعني وناس فاهمه في الكوره اكيد فهم ده بنظرتهم بيحللوا اللاعب وبيقيسوا مجهوده في الملعب مركبين له جي بي اس ولا في واحد مخبر متابعه زمايله بيفتنوا عليه 22 واحد 11 هنا و11 هنا ففي 22 واحد قاعدين بره بيراقبوهم بقى كل واحد لابس تيشرت اللي بيراقبه بيكون في يعني جنبهم كده دوت عداد عداد في حاجه بيلبسوها تحت التيشيرت ممكن زي مثلا الستوب ووتش بتاع ال لا الله اعلم انا ما اعرفش معلومه كامله يعني في ناس شغاله على كده مين بقى اكيد في الاخراج في كاميرا طايره كده تمام دي بتصور بتصور اللاعب ده مش قد مش قد ايه بتصور لاعب واحد بس ولا كله بيصور كله بيجيب لك مثلا عن طريق التيشيرت مثلا ده لابس كام كوره مش عارف لا بس طريق التيشيرت لا يعني عن طريق معرفش الصراحه يبقى لابس ساعه بتعد اللي هو بيعمله الله اكبر عليك الله اكبر الله يخليك الساعه دي بتعرف الشوطات ازاي بقى ها في بقى حاجه زي رادار بيشوف وبيعد انا شفتهم بيلبسوا بتاع غريبه كده بيبقى فيها حته بارزه من ورا كده حته بارزه ايوه هي دي القفله يا باشا الشرابات هي اللي فيها الحساسات كل واحد مثلا بيبقى قاعد بره بيبقى ماسك مثلا رقم 7 اي رقم 7 في كل فريق هو ماسك احصائياته واحد تاني ماسك رقم 3 اي رقم 3 في كل فريق يمسك احصائياته واحد ماسك الهبيده كده مثلا ساعه عاديه اللعيبه بيلبسوا ساعات انت شفت كوره قبل كده كنا بنتفرج انا اهو كنا بنتفرج على مفيش ساعات لا بيلعب في الملعب شاط الكوره جت في باترينا كسرت الازاز مين اللي يدفع حساب الازاز اللاعب ولا النادي صاحب الكوره يا باشا صاحب الكوره يدفع حقها
ولا اكيد النادي او المسؤول عن الكوره. اللاعب طبعا هو ايه اللاعب هو بيلعب فين؟ المفروض ده بيلعب في ملعب. انت واحد لعيب وشايف الملعب كويس صح. انت بتنشيها ليه في الازاز؟ صح. انت بتنشيها ليه في الازاز؟ انت صح. انت مش عارف انك مدفوع في كم او صح. مثلا ممكن بتاع راجل غلبان واقف في الشارع او ممكن صح. ممكن عين ماشي حافي يدوس في الازاز يتعور يعني. بالظبط. حد ماشي حافي يتعور. صح. تاريخ في الكوره جدا. وايه اللي هيجيب باترينا في النادي؟ باترينا تاني. ايه اللي هيجيب باترينا هناك؟ انت اصلا ما انت خدتش انديه قبل كده؟ ما خدتش استاد قبل كده؟ لا ده بس باترينا ايه؟ والله يا باشا ايوه بيبقى في باترينا. بيبقى في اكلات تكوي بره للعيبه ومشاريب بره للعيبه جنب دكه البدلاء، فممكن يجي فيها الكوره تتكسر. لا المدير الفني اللي يشيلها. ليه بيحطوا اصلا باترينا جنب دكه البدلاء زي ما حضرتك بتقول؟ عشان لو البدلاء تعبوا جاعوا. بس قول بامانه ايه اللي هيجيب الباترينا جوه الملعب؟ باترينا دي اللي هتيجي جوه الملعب. انت جيت على السؤال ده وصحيت. يا حصلت معايا شخصيا بصراحه. والله والله جت في الباترينا وصلت الازاز. اه والله. مين اللي حاسب النادي ولا انت؟ طلعت اجري. طلعت اجري. انت بتلعب فين؟ في ترسانه. مين اللي هيحاسب يا باشا، انت ولا النادي؟ اللاعب بياخد في السنه مش اقل من 10 مليون جنيه، هيفرق معاه له ازاز يعني ب 30 40 الف جنيه. دلوقتي لاعب بيلعب كرة في الملعب، شاط الكوره جت في الازاز بتاع عربيه، مين اللي يحاسب على ازاز العربيه؟ اللاعب ولا النادي؟ هو حضرتك اساسا في عربيه هتيجي في النادي من جوه يعني؟ شرطه يا شيخ كان بيدخل عربيه جوه النادي عشان يكسبها لحد عربيه. اقسم بالله. قال بلعب من الالميريه، شاط الكرة جت في الازاز بتاع العربيه اللي جايبينها هديه للمشجعين. انا هحاسب على العربيه يا عم، ما ده لسه. اللاعب لا النادي، رئيس النادي اللي هيدفع. اقول لك على حاجه، هو بيلعب في الملعب، ازاي العربيه تركن في الملعب؟ هو ده اللي انا محتاجه منك. هتعرف تقف على الكوره ولا لا؟ يعني جرب. ماشي. اقف على الكوره بقى. هوب هوب. لا اله الا الله، الحمد لله. الف سلام عليك يا شيخ حسين. الف سلام. لا تقف تاني بقى. على فكره بصور معاك عشان اضحك. لا اقف ايه ورحمه ربنا، اقف على الارض بالعافيه. اقعد عليها ماشي. اقعد على الكوره والله عشان خاطرك يا عم. اجيب لك حاجه. ميرسي يا عمر. والله لازم تقف وتعمل ايدك كده. لا 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 لا، اصل الكره دي مدوره، ما انا بقفش على المدوره. مربعه تكون مربعه. تيشيرت بيقدمه لك المستشار تركي الشيخ من نادي الميريا. انت كده واخد فلوس على الاعلان ده بقى الالماريا كده. كريستيانو رونالدو على فكره. مين كريستيانو رونالدو؟ بصوا بقى وشه وضهر يا حاج. اسالك سؤال يا حاج، لو جاوبت عليه هتكسب هديه كبيره ان شاء الله. الملعب بيترش ايه؟ بيترش ميه. الله اكبر عليك يا حاج. دول 2000 جنيه من مستشار تركي الشيخ عشان انت جاوبت صح. الله يسرها. مش شرط صورة الشيخ. ربنا ربنا يبارك له، حل عليه، مفيش شر المرض. قول لي مين اللي بيقعد في المدرجات؟ الجماهير. الجماهير. ايوه يا حاج، الف مبروك. هو ده يا حاج، دي 2000 جنيه متقدمه لك من شرط تركي الشيخ. الله يفهمك، ربنا يشفيك شر المرض. كسبت 1000 جنيه معانا. 1000 جنيه متقدمه لك من شرط تركي الشيخ. 1000 جنيه مقدمه من نادي الميريا الاسباني اللي بيرقصوا شرط تركي الشيخ. ربنا سبحانه وتعالى اللي بعتها، وانا بقول للناس كلها انا فعلا كنت في احتياج ليها. اتوقع نتيجة ماتش الميريا ولوجا عشان تدخل في سحب على العربيه مقدمه من المستشار تركي الشيخ. 2-0 النوجا. 2-0 ان شاء الله للميريا. ممكن نقول 2-1 الميريا. 2-0 مين؟ لانجلويا. ايه؟ لولوجا. مين؟ انت قلت مين؟ 2-0 لمين؟ لامبريا. 1-0 لاندريا. اتوقع 2-0 كده الميريا. 5-3 لمين؟ لاي حد. Oh,
الف الف مبروك يا حسن. حسن يا جماعه كسب العربيه نيسان صني 2020 المهداه من نشاط تركي الشيخ عشان توقع في جائزه نادي المريه، توقع صحيح. حسن قول لي انطباعك النهارده. والله انا فرحان جدا ويعني مش مستوعب اللحظه ديت، تمام، مبسوط جدا وبشكر سياده المستشار تركي آل الشيخ وبشكر فريق الميريرا كتير يعني و الميريرا لا الميريرا لا متاكد انك توقعت الميريا لا طب قول الميريا كانك بتنقط في فرح الميريا 10 المريه. اتمنى الفريق المريه ان شاء الله ان هو يقول اتمنى اكسب تاني، لا ان هو يطلع باذن الله دوري الاسباني درجه اولى وينافس باذن الله يعني في الدرجه الاولى، ونتمنى نشوف كده، وبنتمنى نشوف سياده المستشار برضو، عايزين نشوفه هنا في مصر تاني، وعايزين له بالشفاء عشان هو في ويعافيه يعني، واحنا مبسوطين بيه جدا وكنا مبسوطين بيه جدا وهو في مصر، وان شاء الله يرجع لنا تاني بالف الف سلامه ان شاء الله. النهارده في ناس بتشكك في نزاهه المسابقه، بيقولوا ان انت تبعنا، غيرك اللي بتاع الموسم اللي فات برضو كان تبعنا. لا انا والله انا توقعت وفعلا انا يعني وكاتب يعني في البوست بتاعي ان شاء الله هكسب وكسبت تمام ومشيئه ربنا يعني كسبت، لكن انا متوقع عادي زي اي حد توقع تمام، والحمد لله انا كسبت. قلبك ابيض الحمد لله، كل اللي يعرفني كده اللهم لك الحمد.